اعتقد انه الحمله هذه ماهيش باش تكون للحمله الاولى ولا الاخيره في الفتره هذه، لانه كل ما تكون البلاد تعيش ازمه اقتصاديه اجتماعيه والا سياسيه الا ما تتوجه حملات للحلقات الاضعف والحلقات الاكثر هشاشه. الشخص هذايا اللي هو انستغرامور كان يعرف بحملات ميزوجينيه، يعرف بكرهه للنساء، ومن ثم في الكريز الاخيره على الميغراسيون كان هو من اكثر الوجوه اللي توجه خطابات عنصريه وتوجه دعوه للعنف ما بين المواطنين التونسيين والمهاجرين والمهاجرات اللي موجودين في تونس، ومن ثم مجتمع معي بدا بدي فيديو يتوجه بهم مجموعة من الأفراد من مجتمع ميم عين المعروفين على السوشيال ميديا، ومن ثم توسعت الحملة هذه وأصبحت حملة تدعو للكراهية والتقتيل. الحملة هذه بدأت من شخص واحد ولكنها توسعت من بعد. كنت نتحدث أنه أعمل جروب كبير ضم فيه أكثر من 1800 شخص. بدأت الحملة بتشويه للجمعيات الداعمة للمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات، دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، قدمت دعوة وشكاية ضد الشخص هذايا، لأنه تأثيره كشخص ولا أبعد ببرشة، لأنه كان موجود في دي بلاتو يتحدث على الموضوع هذايا، كان يدعو الناس للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة ضد مجتمع ميم عين. نحن كأفراد وكحقوقيين وحقوقيات مانيش ضد التظاهر، ومن شأن كل الناس أنها تخرج وتتظاهر وتتكلم ولو ضد مجتمع ميم عين، ولكن نحن ضد دعوات الكراهية والدعوة للقتل والعنف. تأثير الانستغرامير هذية كان واضح وجلي بالنسبة لنا من خلال استقبالنا لعدد كبير من الأشخاص اللي تعرضوا للعنف في الشارع، كيف بعد تنزيله للصفحة والأرقام الاستعجالية لها كنا معناتها سومة خكاج من برشا أشخاص، تهديدات بأنهم باش يهدوا علينا للمكتب متاعنا، تهديدات لمناضلي ومناضلات دمج، تم ذكر الأسماء والألقاب متاع الأشخاص هذية، تم التشهير بمعطيات شخصية للناس هذوما، وكيف قام بتنزيل صورهم على التليجرام، واللي يخلي كسوا افراد مجتمع ميم عين اللي نعرفوهم واللي قادرين نوصلوا لهم واللي شفنا نتيجه هذايا عليهم، اللي فما اشخاص تعرضوا للعنف اكلكم متخ من البيرو هذايا، كما الاشخاص اللي حالتهم نتصور باش تكون اخيب، الاشخاص المعزولين والمعزولات في الحوم اللي ما نجموش نوصلوا لهم، والا في الاماكن اللي هما ما في بالهمش اصلا انه فما جمعيات تنجم تدافع عليهم. بالنسبة لنا مسألة الحقوق والحريات ككل، كسوا في علاقة بالنساء بمجتمع ميم عين بالحريات ككل، في السياق السياسي اللي بقينا نعيشوا فيه بقينا معناتها نحسوا في أننا فقدنا مكتسبات الثورة، معناتها بقينا نرجعوا والتالي والتالي برشا. على حسب الدولة التونسية في تقريرها اللي عرضتها في الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2022، ذكرت أنه من 2017 حتى 2022 كانوا فما 3 أشخاص فقط تم
معناتها زج بهم في السجون على أساس الفصل 230، وإنها لا تستعمل، معناتها ما عادش تقوم بالفحوصات الشرجية، ألوغ الحقيقة والأوراق والإجابة أصلاً اللي تحصلنا عليها من الدولة التونسية في حد ذاتها تبين عكس هذايا، لأنه عندنا ملفات بالمئات متاع أشخاص تم سجنهم على أساس هذا الفصل. وكيف كيف بالنسبة للفحوصات الشرجية، كان آخر فحص شرجي معناتها وصلنا له نحن كجمعية في سبتمبر 2022، رغم أنه الدولة التونسية تقول عكس هذايا. الدولة التونسية حتى في إجابتها على التوصيات اللي جيتها بعد عرض تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل، تحدثت وأنها هي غير قادرة على إلغاء الفصل 230 في الوقت الحالي، وأنه يستحق حوار مجتمع كبير. ولكن هل الحوار المجتمعي هذايا ماناش باقيين نشوفوا كيفاش قادرين ان نعملوه وقدرات ان نعملوه في ظل هل الجو العام والسياق العام متاع التضييق على كل النشاطات، معناتها كل الناشطين والنشطات، في إطار التضييق على العمل الجمعياتي في حد ذاته، في إطار التهديد للمرسوم 88 معناتها في حد ذاته، في إطار المشروع لتنقيح القانون الأساسي 58 اللي كان معناتها النقاش الفترة اللي فاتت، معناتها الدولة ماهيش متناسقة مع الوعود اللي تقدم فيها، ماهيش متناسقة مع قوانينها، ماهيش متناسقة مع دستورها. دونك هذايا بالنسبة للفصل 230. وبالنسبة للفحوصات الشرجية، أكدت أنها لا تقوم بمثل هذا النوع من الفحوصات إلا بالموافقة المستنيرة للأشخاص، ونحن نعرفوا أنه الأشخاص ما ينجموش يقدموا موافقة مستنيرة وهما بين السجنين. يعني بالنسبة لنا الاتهامات معناتها نعرفوها، لأنها تجي لنا نحن ولكل، كما كنت نذكر، كل شخص يحب يبدل، وفي إطار زاد التضييق مرة أخرى على العمل الجمعياتي والناشطين والناشطات، مخابرات، تمويلات أجنبية، أجندات، لوبيات، زاد هذه كلمة جديدة يقع استعمالها. ولكن اللي نحب نقوله أنه نحن ماناش في إطار الإجابة على هذية الكل، لأنه للأسف نوع الخطاب هذية تعطى لها أكثر من 45 دقيقة، وهذية زادة من التداعيات نتاع هل الحوارات اللي هاي نأثروا بهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الشعب، في راديو لا علينا في ذكره اللي كان يأكد وينصر في الدعوة الكراهية والعنف اللي شنها المؤثر هذية، وللأسف كانت الصحفية متماهية جدا معه وضيفتها اللي معناتها شجعتها على ممارسة هذا العنف وبينت تضمنها لهذه الدعوة. نحن معناش إعلام ومعناش فلوس ومعناش شكون ينجم يوجهنا، لأنه شعاراتنا هي شعارات وطنية مركزية وواضحة ومتفق عليها، ولكن عنا نفس طويل وعنا إيمان باللي بقيين نعملوا فيه، وعنا ثقة في اللي نهار من نهارات باش نسقطوا الفصل 230